فيمدون صوابا نستفتي فيمدون صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية، في لقاء متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد مطوع، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور راشد. الله يحييك أخي ياسر، وحيا الله المشاهدين الأكارم والمشاهدات الكريمات، وأسأل الله عز وجل نجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم في ميزان حسنات الجميع. آمين يا رب العالمين. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. فمرحبا بالجميع، ونبدأ بأبي سعيد من السعودية. السلام عليكم. مساء الخير يا ياسر، كيف حالك؟ حياك الله يا أبا سعيد، يا مرحبا سنور. كيف الوالد؟ عساه طيب. طيب الله يبارك فيك. في حبيبي، فيها أم العيال صلت المغرب في مسجد. أي نعم. وبعدين طال عمرك ركعت ما سمعت المكروه. أي نعم. بعدين تذكرت إن الإمام ما قد كبر، أو صلت اسمها سجود، سوى السجود، هذا صحيح؟ سجدت السهو. إيه، لأنها ركعت قبل الإمام. إيه. إيه نعم، بسبب إن الصوت لم تسمعه، لكن نعم نعم. لكن تابعت الإمام في بقية الصلاة. نعم نعم. نعم نعم. والثاني طال عمرك الحين أنا أروح المسجد الساعة 11 الظهر. أي نعم. ما قد صليت صلاة الضحى. أي نعم. هل أصلي الضحى ولا سنة المسجد ولا إيش؟ بين الأذان والإقامة صلاة الظهر؟ لا، للساعة 11 باقي. أي طيب. أدخل طال عمرك وهل أصلي الضحى ولا طيب. سنة المسجد سوا ولا ايش؟ طيب طيب. شكرا يا أبا سعيد. أم أيمن من اليمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم أيمن. عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضلي. معي بنتان خالات ومعيش أخوة. كيف؟ معي عندي بنتان خالات وأنا معيش أخوة. نعم اثنتين. أبي مات قبل 30 سنة. إيه. وهم أما عاش من الحكومة. وهنا معانك أزواج وأنا مزوجة. أنا يستني منه هان وأنا ما يقول أنا مش مزوجة مالي. ويصل لهن أنا وهان. الصوت يقطع. أم أيمن يا مخرجنا، خذ السؤال من الأخت ميمن. أبا محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبي محمد، تفضل. الله يوفقك. طويل العمر، أنا عندي سؤالين لو سمحت. ما هو سؤالك؟ السؤال الأول، طال عمرك أنا مسافر. إيه. اسمعنا من الهاتف. اسمعنا من الهاتف، الله يحفظك. وأغلق التلفاز. أي نعم. أيوه. اين مغلق التلفاز، تفضل باسئلتك. مسافر؟ ايوه انا مسافر طال عمرك، مسافه 700 كيلو. اين؟ يوم جمعه. اين؟ وفي اثناء الطريق وقفت في ارض صحراء، ما عندي لا مسجد ولا عندي احد ولا شيء. اين؟ يعني حان صلاه الظهر، صليت الظهر ركعتين وصليت مع العصر ركعتين. وانا مسافر يوم جمعه، لكني انا في الطريق. طيب. الطريق 700 كيلو ووقفت في الصحراء، ما عندي احد. طيب طيب. هل هذا جائز ام لا؟ طيب طيب. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، طال عمرك عندي عماره يا طويل العمر، ويجينا حمام، ما ادري والله من فين الحمام هذا يجي. يعني الله يكرمكم، وسخ العماره ووسخ البلاط ووسخ كل شيء، حتى الفضلات حقته فيها دود وفيها حشرات. انا دافعته بكل طريقه لكن يعني ما راح، ويعشش يسوي عشش في النوافذ ويسوي بيض. هذا اتعبكم واشغلكم.
اشغلنا وتعبنا ووسخ المحل. طيب. وحنا خذنا من انفلونزا الطيور وما ادري ايش هذا. وايش الحل معها؟ هل انا اقتله؟ طيب. ولا ايش اسوي معه؟ علما مني ما خليت ولا وسيله الا وانا دافعت عنه. طيب طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا ابا محمد. منى من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا منى. سؤال واحد، الحين احيانا نروح نسافر بالسياره. ايه. يسافر بنعمية اللي سوق بنا واحد سكين. ايه. يدي وقت الصلاة نقول وقف نبي نصلي، يقول لا صلي اللي بطمن البيت. طيب يجي وقت جمع وقصر زي كذا، يجوز نصلي بالسيارة حنا طاهرين يعني متفضين كل شيء، بس احيانا يجي مفرد مثلا ولا داير زي كذا. انتوا في داخل البلد ولا مسافرين؟ سواء داخل البلد ولا برا يعني. او مسافرين. ايه. يعني انتوا تخشون ان وانتم مسافرون تخشون ان يلا وقت الصلاه ينتهي وقت الصلاه يعني. ولم تصلي. أيه. طيب بس مو ذنبنا احنا، ذنب اللي قاعد يسوق، نقول وقف يقول ما نبي نوقف. اي نعم اي نعم. بس سؤال اخر يا منى؟ لا لا شكرا. شكرا لك يا منى، شكرا. ام فراس من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسال الشيخ الله يعافيك، عندي سؤالي. تفضل. عندي السؤال الاول، عندي قلت العامل يصلح لي مظله. اي. وشرط عليه اني يعني احطها ونصورها في الواتس. شفت الصوت جازت لي وقلت ابي اصلح من زي هذه، وجاي اصلحها بس ما اكملها، ما صلح لي ذي، وعندي له 500 ريال. قلت تجي تكمل شغلك وتضبط الريل او اللي وريتك ذي هذه، ولا ما عندي لك شيء، ما ادري يصلح كذا ولا ما. وش يوم فراس مظله؟ مظله جاني طلب مني يصلحني مظله. ايه. وجاي اصلحها بس ما كملها، ما حطها زي اللي حطها، حطها بالصوره، حطها بالصوره شفتها جازت لي بالصوره. قلت ناديه توقف تستنى هذه يعني بس. ام فراس اتفقتي مع عامل ان يعمل لكم مظله حسب صوره انت يعني اريتيها الصوره هذه؟ ايوه قلت يعني اعمل لنا مثل هذه الصوره، ولكن لم يفي بهذا الامر يعني. وما اخذ حقك كله، بس باقي له 500 ريال. قلت تكمل هذه وزينها زبطها زي اللي في الصوره، ولا ما عندي لك شيء؟ اي نعم. اي. أيه. والسؤال الثاني الله يعافيك، انا اذا صليت الفجر أيه. افتح الجوال واتبع معه في المصحف، هل يصلح ولا ما يصلح؟ صلاه الفجر ولا قيام الليل؟ لا اذا صليت الفجر أيه. فتحت الجوال حطيت يقرا على الصوره، على الصوره اللي نبيها، واتبع معه. انا ما عندي اقرا، انا امي ما اقرا، بس اتبع معه يعني كل يوم اقرا حقيقي اتبع مع الجوال، يصلح ولا ما يصلح؟ انت تصلين الفرض وتفتحين الجوال وعلى اصلي واخلص، ما بخلص الصلاه، خلاص خلصت الصلاه. ايه. جلس. ايه. قعدت فتحت القران وشغلت الجوال واتبع معه، ما ادري يصلح ولا ما يصلح. بعد الانتهاء من الصلاه. ايه ما ادري يجوز ولا ما يجوز يعني اسوي كذا. لاجل ان تتبعي وراه يعني. ايه بتبع مع الجوال، مع الجوال اتبع يقرا ولا اتبع. اي نعم اي نعم. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. أبا سعد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا سعد. الله يجزاك خير، بس حبيت أسأل الشيخ بالنسبة للآية الكريمة وبالأسحار هم يستغفرون. أي نعم. ما هي صيغة الاستغفار؟ طيب. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة لمسجد يعني بعض الجماعة يشتكون من بعض الجماعة في الرائحة تكون قد مزعجة بجانب أحد المصلين، فهل يجوز له يعني قطع الصلاة وتغيير المكان، ولا ماذا يعني يعمل في هذه الحالة؟ يعني أنت صليت بجانب شخص؟ يا أبا سعد، أبا سعد، أبا سعد ذهب؟ واضح سؤالك. واضح السؤال الثاني؟ أم محمد من تونس، السلام عليكم. شكرا لجميع المتصلين، نعود إلى شيخنا الكريم. نبدأ بأسئلة المتصلين. أبو سعيد يقول امرأة ركعت قبل الإمام، كانت يعني هي تصلي في المسجد فركعت قبل الإمام، لم تسمع الإمام بسبب انقطاع الصوت ما بين الإمام وصفوف النساء، فركعت ظانة أنه قد ركع، لكنها يعني أدركت أنها ركعت قبل الإمام، فتابعت معه في بقية الصلاة وسجدت للسهو، فهل فعلها صحيح وهل صلاتها صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخير ونجعلنا من أهل الخير وأن يوفقنا لكل خير ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير وأن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا ودادا وسعادة في أمري الدنيا والآخرة، إنه أجود الأجودين. أخي ياسر، الواجب في حقها هذه الأخت الكريمة أن تدرك ما لم تدركه مع الإمام، بمعنى لو أنها ركعت قبل الإمام ظانة أنها تتابع الإمام، الواجب عليها أن ترجع ثم تتابع إيش الإمام، بمعنى لو أنها ركعت قبل أن يركع الإمام ظانة أن الإمام قد إيش ركع، فالواجب عليها متى ما أدركت ذلك أنها ترجع ومباشرة تتابع إمامه ثم تركع معه في موطن إيش الركوع. ولا ينبغي أن تسلها أن تسجد سجود السهو إذا كانت قد بدأت الصلاة مع الإمام، مع إمام من أول صلاتها، بمعنى أن المأموم أخي ياسر إذا بدأ صلاته مع إمامه في أولها فإنه لا ينبغي له أن يسجد إيش سجود السهو، يتحملها حينئذ عنه إيش من الإمام. هذا هو الواجب. فالواجب في حقها أن تدرك مباشرة، ترجع وتتابع الإمام ثم تأتي بالركوع، ثم لا تسجد سجود السهو إذا كانت قد بدأت الصلاة مع إمامها من أولها. نعم. أما وقد فاتت الصلاة ماذا تفعل؟ يبدو أنها أدركت، حسب ما ذكر سمعت الأخ الكريم السائل يقول أنها أدركت، أقصد سجودها للسهو لا يخل بصحة الصلاة، ما ذهب فات يا شيخ، ما ذهب فات الحمد لله، لكن الواجب يا شيخ عليها لا تسجد السهو ما دام بدأت وشرعت في صلاتها مع إمامها في أول صلاته، والإمام حينئذ يضمن مثل هذا. نعم. يقول أنا أدخل المسجد الساعة 11 أصلي الضحى وأجمعها مع تحية المسجد، فهل فعلي صحيح؟ لا بأس أخي ياسر، صلاة الضحى تمتد ويمتد وقتها من حين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال أو حين الزوال، يعني بمعنى قبل أن يؤذن الظهر اليوم بدقائق، ربما عشر دقائق وربع ساعة تقريبا 15 دقيقة. نعم. فإذا دخل في هذا الوقت فهذا وقت صلاة إيش الضحى، فإذا نوى بها أن تكون تحية مسجد أجزأته عن تحية إيش المسجد، دخلت فيها تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن هو صدق عليه الحديث أنه صلى ركعتين أو لا أخي ياسر؟ نعم. لا شك أنه صدق عليه، فإذا نوى بهذا فهو يجزي عن هذا. كذلك نفسه ماذا قال؟ قال أعطوا المساجد حقها. قالوا وما حقه يا رسول؟ قال أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، وهو بصلاته للضحى قد أدى ما عليه بأن صلى ركعتين أو أكثر من الركعتين. نعم. شيخ، الأفضل يصلي المسلم الضحى وهي نافلة في بيته أو في المسجد؟ لا شك بأن أفضل الصلوات أو أفضل كما جاء في الحديث أفضل الصلاة في أفضل صلاة المرء من النوافل في بيته إلا المفروضة المكتوبة، بمعنى أن الأصل في صلاة الفرائض وما شرع له صلاة الجماعة أن تؤدى في المساجد، أما ما عدا ذلك فالأفضل ماذا؟ أن تؤدى في البيوت. وذلك جاء في الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بمعنى أخي ياسر الصلوات الخمس تؤدى في المساجد مع جماعات المسلمين، كذلك ما كان من النوافل أو من الصلوات ما يشرع له جماعة المسلمين كصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وما شابه هذا، صلاة العيدين كذلك، فهذه يشرع لها أن يصلى في المساجد مع المسلمين. أما خلاف ذلك من النوافل كقيام الليل، كسنن الرواتب، كذلك كسنة الضحى، فإن الأفضل في حق المرء أن يصليها في بيته. ولذلك ماذا يقول النبي؟ يقول لا تجعلوا بيوتكم إيش قبورا، بمعنى أن تهجر من الصلوات. نعم. أبو محمد مسافر يقول في يوم الجمعة أنه وقف في أرض فلاة وصلى الجمعة ركعتين وجمعها مع العصر بركعتين. أولا يقال أخي ياسر بأن المسافر لا تجب عليه إيش الجمعة، فمن شروط وجوب الجمعة ماذا؟ الإقامة، بمعنى أن من كان في سفر يترخص فيه المسافر برخص السفر فإنه لا تجب عليه إيش الجمعة. طيب أخي ياسر هنا مسألة، ما دام أنه لا تجب عليه الجمعة ماذا يصليها؟ يصليها ظهرا. هل يصليها أربعا أم ركعتين؟ ركعتين. هذا الإشكال الذي يشكل على كثير من الإخوة، يظن أن صلاته للظهر ركعتين كأنه يصلي صلاة إيش الجمعة، هذا غير صحيح. فأعيد وأقول بأن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن صلاها أجزأت، لكنها لا تجب عليه بحال.
وإن صلاها مع المسلمين طبعا. مع المسلمين نعم إذا صلاها مع المسلمين أجزأت إما نعم. لو كان مثلا قصد يعني مسجدا يصلى فيه الجمعة وصلى مع الناس وهو مسافر يجزئه صلاة الجمعة تلك عن صلاة الظهر. لكن أما إنه لم يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة ما العمل حينئذ؟ أقول يصليها ظهرا ويصليها ركعتين لأنه في حال إيش؟ حال السفر. نعم. إذن يقصرها ويجمعها مع العصر. مسألة يعني إذا لم يصليها جمعة فالحمد لله هذا الأمر واضح بما أنه صلاها ظهر يجمع مع العصر هذا واضح. لكن الإشكال فيما إذا صلاها جمعة أي المسافر إذا صلى في سفره صلاة جمعة هل يجمع معها صلاة العصر أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. إن جمع فله ذلك وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وإن لم يجمع يعني احتياطا وأخذا بقول من لم يرى الجمع فأيضا له ذلك للمسألة محل خلاف. اتضح الأمر قياسا أو لا؟ أقول أعيد حتى لهذه مسألة أسأل عنها كثيرا الحقيقة. أقول المسافر ابتداء لا تجب عليه إيش صلاة الجمعة فإن صلىها جمعة أجزأت مع المسلمين وإن لم يصليها جمعة فإنه يصليها إيش ظهرا ركعتين لأنه مسافر. هل يجمع معها العصر؟ يجمع. إن صلاها ظهرا فالحمد لله واضح هذا إنه يصلي ظهر لم يصليها جمعة كسائر الأيام. لكن إن صلاها جمعة هل يجمع معها العصر أو لا محل خلاف. العلم على خلاف في هذا بعضهم يعني يرى الجمع بين الجمعة والعصر وبعضهم لا يرى الجمع والأقرب والله تعالى منه يجوز. لكن لو أيضا أخذ بقول من يقول بأنه لا يجوز احتياطا خروجا من الخلاف لخرج من الخلاف والأمر في ذلك واسع في نظري والله تعالى أعلم. ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد في هذه المسألة لأن الحقيقة هي سئلت كثيرا عن هذه المسألة تجد الكثير من الناس يشنع على البعض في مثل هذه الحال وهذا ما لا ينبغي وهذه المسائل الاجتهاد التي لا ينبغي أن يكون فيها ثم إنكار. نعم. يقول لديها حمام قد آذاه في بيته يعني بأوساخه وبتعشيشه وبالبيض وبكل ما يأتي من الحمام. يقول دافعته بكل الوسائل ولكنه لم يندفع ولم يذهب هل أقتله؟ يقال خياس الابتداء كقاعدة بأن كل نفس في الإسلام محترمة سواء كان ذلك حيوان أو إنسان هذا هو الأصل. ما لم يأمر الشرع بقتل تلك النفس مثلا من الحيوانات أمر الشارع بأن يقتل في الحل والحرم مثلا الحدأة والحية والعقرب والكلب العقور والغراب والوزغ وأجاء في بعض الروايات الفويسقة هذه أمرت أن تقتل مثل هذه الحيوانات فهذه دمها مباح وتقتل في أي حال سواء كان منها ضرر أو ليس منها إيش ضرر. وإن كان الأصل أن بقاء منها ضرر لأن الشارع لم يأمر بقتله على كل حال إلا لوجود إيش الضرر منها. أما خلاف ذلك مما هو محترم الدم كسائر الحيوانات مثل كالقطط مثلا كالحمام مثلا كالعصافير مثلا فهذه محترمة فينبغي ألا تقتل إلا إذا تضرر منها من تضرر ولم تندفع إلا بالقتل. بمعنى هذا الأخ الكريم يقول إن هذا الحمام يعني أصابنا منه شيء من الأذى كأن يكون هناك شيء من الوسخ أو شيء من الأصوات المزعجة. أقول الواجب في حقه ندفعه بما هو أقل من القتل وفيما أعلم الله تعالى أعلم أن عندها الاختصاص ما يندفع الحمام بأقل من القتل حقيقة مثلا كان يوضع شيء من السياج على ما يقف عليه الحمام أو بعض الأصوات أو بعض ما يسميه البسطاء الناس بالخوافة أخي ياسر وما شابه على هيئة رجل أو كذا أي المهم أنه إذا اندفع الحمام بأقل من القتل فإنه لا يجوز إيش قتله. لكن إذا استفرغ جميع ما يمكن أن يندفع به هذا الحمام الضار ولم يكن ثم يعني سبيل إلا القتل حينئذ فحينئذ إيش يقتل ويجوز أن يقتل هذا الحمام. نعم يا شيخ. منى تقول أن وهذا ليس في سبيل الحمام فقط بل هذا الحكم في جميع ما يحرم إيش قتله. نعم. منى تقول أحيانا نكون في السيارة مع السائق سواء مسافرين أو حتى في داخل البلد ويأتي وقت الصلاة ونقول لو توقف نريد أن نؤدي الصلاة يقول لا أستطيع التوقف وهم يخشون انتهاء وقت الصلاة ما العمل في هذه الحالة؟ أخي ياسر الواجب عليه أن لا يطعنه في مثل هذا أخي ياسر والواجب عليه أن يتوقف لأن تعرف أخي ياسر بأن الصلاة أو المسلم لا يستطيع أن يصلي الصلاة على هيئتها في سيارته نعم ولا سيما الحمد لله يعني سبل الوقوف ومحطات التوقف اليوم متيسرة وسهلة بإذن الله سواء كان ذلك في داخل البلد أو في خارجه بالمناسبة فالحكم واحد في هذا ونصيحة هذه الكريمة إذا امتنع مثل هذا السائق مثل هذا فلا يطاع في مثل هذا
ولو أنهن حرمن من شيء من حقوق الدنيا لم يجبنه فيما هو عليه يا شيخ ياسر ولا؟ نعم. فلذلك حتى في حق الله عز وجل في الصلاة وفي خلافها لا ينبغي أن يطعنه في مثل هذا، والواجب عليه أن يقف ويصلين الصلاة إيش كاملة، لأن معلوم بأن المسلم في الصلاة في السيارة حال سيرها لا يحسن أن يصلي صلاة إيش كاملة. هم يسألون يقول نحن على وضوء هل نصلي في السيارة؟ ما يظن لا يظن، لا سيما منها يشترط استقبال القبلة في مثل هذا، ويشترط أن تؤدى الصلاة على هيئتها، ولا ثم ضرر عفوا ولا ثم يعني ملجئ لأن يصلينا في السيارة. الحمد لله الأمور متيسرة، فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا إلا إذا اضطر مثل هذا. يعني مثلا كان يكون الإنسان في الطائرة أخي ياسم مثلا ولا يجد مكان للصلاة مثلا، وقت الصلاة قد يخرج بأنه لا يستطيع أن يؤجل الصلاة إلى بعد إيش نزول الطائرة، ووقت الصلاة لم يخرج بعد، ويعلم أنه إذا أخرها بعد هبوط الطائرة فإن وقت الصلاة قد إيش يخرج، ولا يوجد مكان يصلي فيه في الطائرة، فما العمل حينئذ؟ يصلي على حاله. لكن مثل هؤلاء الأخوات الحقيقة ليسوا مضطرين لمثل هذا الحقيقة، فالواجب عليه أن يقف ويصلينا صلاة كاملة بهيئتها الكاملة. نعم. أم فراس تقول أنها اتفقت مع عامل عمل مظلة بطريقة معينة، وقد أرته صورة نموذج لهذه الطريقة، فهو لم يفي بها بعملي ولم يفعل كما اتفق عليه، وتقول أنه أعطته حقوقه إلا 500 ريال. تقول لن أعطيك الباقي يعني اللي 500 ريال حتى تفعل ما اتفقنا عليه. والله أخي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. فإذا اشترط العاقد على العاقد الآخر بأن ينفذ له ما أراد بهيئة معينة يلزم الطرف الآخر أن يستجيب له ما دام تم التراضي على هذا التعاقد. لكن أخي ياسر اعذرني، لا أحب أن أدخل في مثل هذه المسائل لأنها فيها شيء من ماذا؟ من النزاع والخصوم الحقيقة. لأن هل فعلا يعني هذا العامل قد قام بما اشترط المتعاقدان أو تخلف عن تلك الشروط؟ أو الحق هذه في نظر أنها مسألة نزاع، لكن هناك حكم عام أخي ياسر بأن المتعاقدان إذا تعاقدا على عقد ما واتفق على شروط بعينها وعلى هيئة عقد بعينه لزم كلا الطرفين أن يلتزم بذلك إيش؟ بذلك العقد. نعم. تقول أنها أمية، وبعد أن تنتهي من صلاة الفجر تقوم بتشغيل الجوال على القرآن وتتبع خلفه. ما في بأس، هذا عمل حسن أخي ياسر، بالعكس هذا يعينها بإذن الله عز وجل تحسين قراءتها وعلى تدارك ما عندها من أخطاء في التلاوة، فهي على خير وإلى خير، ونصيحتي لها أن تستمر في ذلك. وستلحظ بإذن الله عز وجل تحسن تلاوتها مع الزمان والوقت والتكرار والدربة، ولا تكل ولا تمل، الحق قد يأتيها الشيطان ويقول والله أنت لم تستفيدي أو الأمر على لا غير صحيح. ولو أن هذه الأخت الكريمة سجلت قراءتها قبل شهرين أو شهرين أو 3 أشهر أو سنة وقراءتها الآن لوجدت هناك ثم تحسن واضح جدا، ولذلك تستعين بالله عز وجل وتستمر فيما هي عليه من الخير. نعم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى من أسئلة أبي سعد، وبالأسحار هم يستغفرون، يسأل عن الصيغة الشرعية للاستغفار. الاستغفار له صيغ شهيرة، والاستغفار في أصله هو طلب المغفرة من الله عز وجل. إذا قال العبد أستغفر الله فهو يطلب المغفرة من الله عز وجل، ولعل أفضل ما جاء في هذا أن يقول العبد 3: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لأنه جاء في الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى كل حال الآية جاءت بالاستغفار وأطلقت في مثل هذا، والاستغفار في جملته هو طلب المغفرة من الله عز وجل، كأن يقول استغفر الله، كأن يقول رب اغفر لي، كأن يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كأن يقول استغفر الله وأتوب إليه، فكل ذلك حسن بإذن الله عز وجل. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله أن يغفر لنا ولكم جميع المسلمين. آمين. نستغفر هذه الاتصالات. أم إسلام من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هل يجوز أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يصلي الإنسان وأمامه صور يعني بتاع العائلة أو ورائه صور بس مش في الحائط، هما محطوطين على شيء يعني بتاع ديكور أو طاولة أو كده يعني مش في الحائط يعني، هل يجوز أن يصلي في كل غرفة يعني؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك.
أبا عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا عبد الرحمن. الله يجزاك الخير على هذا البرنامج. بارك الله فيك. أحبك في الله يا شيخ راشد. أحبك الله أحبتني فيه، الله يعفو عني وعنك. شيخنا عند قراءة القرآن يعني في لحظة القراءة وكذا يكون سبحان الله الإنسان يعني يمر عليه بعض الأمور، طيب ما يكون تركيز في القراءة، هل هذا عليه شيء؟ خشوع يعني أو حضور قلب؟ يعني التركيز في القراءة بس سبحان الله يجي بعض المشاكل الواحد يفكر سبحان الله يكون ما في تركيز. طيب أطلب من الشيخ ومنكم دعاء تفريج الخطب جزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا للجميع. نعود إلى أسئلة المتصلين، بل نأخذ سؤال عبر تطبيق إكس. بنت الكويت تقول شركة اتصالات لديها عرض نت مفتوح ومكالمات مفتوحة بسعر مناسب وشرط جزائي 120 دينارا يدفعها الزبون عند قطعه الخدمة قبل إتمام عامين كاملين، ما حكم هذه المعاملة؟ لا بأس في هذا أخي ياسر، ما دام اتفق المتعاقدان على مثل هذا لا بأس، هو يريد أن يحفظ حقوقه أخي ياسر، لأن بعض العملاء قد يشترك في هذه الخدمة ثم يعني يترتب عليه ثمة تكاليف على مثل هذه الشركة، شركة الاتصالات، فيتخلى عن هذه الخدمة في وقت يسير، لا تستطيع من خلاله الشركة أن تتقاضى وتغطي تكاليف هذه الخدمة. أي. فتجد أن هذا المشغل لهذه الخدمة يشترط أمدا معينا، أن يمتد العقد مثلا سنة أو سنتين حتى يغطي التكاليف ويربح ثمة أرباح. فإذا اشترط المشغل ومقدم الخدمة في هذا الشرط ورضي الطرف الآخر عليه فالمسلمون على شروطهم وعلى ما اتفقوا عليه فيما تعاقدوا عليه، ولا إشكال في هذا والله تعالى أعلم. نعم. لذلك نصيحتي أخي ياسر أن الإنسان إذا دخل في ثمة عقد أيا كان ذلك العقد أن يقرأ ذلك العقد قراءة إيش جيد الحقيقة، يقرأ صلب العقد ويقرأ كذلك شروط العقد، وينبغي أن يتأمل ما يترتب على ذلك العقد من آثار حتى لا يقع في حرج الحقيقة، لأن كثير من الإخوة يجهلوا مثل هذه الثقافة، تجد أنه يوقع أحيانا على بياض لا يقرأ ولا يعلم وهو ملزم بهذا ديانة وقانونا يعني نظاما، ولذلك على الإنسان أن لا يوقع شيء إلا وقد إيش أتقن ما فيه حتى لا يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ومثل هذه التعاون ما في بأس شرط عليه، لأن تعرف أخي ياسر أن هذه الخدمة لها تكاليف ويريد أن يغطي هذا المشغل هذه التكاليف، فيشترط على من اشترك معه في هذه الخدمة أمد معين لهذا العقد، يقول مثلا هذا العقد أريده إذا تعاقدنا أن يستمر لمدة سنة حتى يعني أضمن حقي في تغطية هذه التكاليف. نظير أخي ياسر لو أنك مثلا استأجرت من صاحب مثلا أصل شقة مثلا وقال أريد 5 سنوات أن تستأجر هذه الشقة مثلا، وإذا خرجت قبل ذلك لابد أن تدفع لي مبلغ نيش معين، يجوز مثل هذا ولا ما يجوز أخي ياسر؟ لا شك أنه يجوز. لماذا المبلغ الثاني؟ المبلغ جراء يعني إخلالي بالعقد، يعني في حال انك خلاص يعني مثلا اشترط عليه 5 سنوات مده العقد ايجاره لمثل هذا الاصل هذه الشقه وهذا البيت وهذا الدور مثلا، واشترط قال انا اريد ان تستاجر مني هذه الشقه مثلا لمده 5 سنوات مثلا، واذا تخلفت فانك حينئذ تلتزم بدفع ماذا؟ مبلغ معين، هذا لا باس به. فاذا رضي الطرف الاخر ودخل في هذه المعامله على تراض فحين يلزمه مثل هذا، ولا يظهر لي لان الاصل في الشروط ما هو اخي ياسر؟ الاصل في الشروط الحل. إلا شرطا حرم حلالا وحل إيش حراما، ومثل هذا لا محذور ما دام مرضي الطرف الآخر ودخل فيه على بينة وعلى علم وعلى رضا فيتحمل حين إذا تبعات مثل هذا. طيب فيما يتعلق بالعقود والمعاملات، الشركات التي تقصد لكن لا تأخذ فوائد وإنما تأخذ فوائد عند التأخير في الدفع وتصرفها في مصارف الخير كما يعني هي تتنص في عقودها، شيخنا بعض من العلماء من حرمها واعتبرها ربا، السؤال هل أنا إقراري عندما أحمل التطبيق لهذه الشركات وأقر قبل أن أبدأ بالمعاملة هل أنا تعاونت معهم في الربا؟ والله ياسر أنا أعرف أنك يبدو تقصد يعني شركتين تمارا وتابي. نعم. وهذه الشركات في نظري هي تتظاهر الحقيقة في مودي الله تتظاهر بأن لا تتقاضى أرباح على التأخير، وهذا غير صحيح،
ومعلوم بأن من دخل معه في هذا التعاقد إذا تأخر ترتب على تأخره إيش؟ غرامة. ليست غرامة، إنما هي ربح ربوي أو فائدة ربوية حقيقة. فلا تجوز مثل هذه التهمة يدير الله عز وجل. البعض يقول أنا لا أسدد في ذات المدة، وبالتالي لا، مجرد الرضا يا أخي الكريم، هنا السؤال، مجرد الرضا أخي الكريم في الدخول في معاملة كهذه ومآلها عند التأخر أن يؤول إلى ربح ربوي أو فائدة ربوية، في نظر أن هذا لا يجوز بحال أخي ياسر. نظيره مثلا البطاقات الائتمانية هذه الآن عند البنوك الربوية مثلا، تعرف أن هناك فترة سماح مجاني تستطيع أن تسدد فيه بذات إيش؟ المبلغ. لكن عند التأخر، لأن هذه الفترة الأخلاف بين البنوك بعضها 40 يوم بعضها 50 يوم، يكون هناك فائدة إيش؟ ربوية. لو جاءنا شخص وقال أنا والله أريد يعني أن أخذ هذه البطاقة وأسددها في وقتها، هل هذا يبرئه من الدخول في هذا التعاقد الربوي؟ لا أبدا، هذا تعاقد محرم يا أخي ياسر، ولا ينبغي أن يكون بحال مثل هذا التصرف معفيا له في أن يسدده في ذات إيش؟ الوقت. مجرد الرضا بهذا العقد هو رضا بالربا بالحرام. رضا بالحرام فلا يشرع الحقيقة، فلا يشرى بحال. نعم إيش. وبعض هذه الشركات في نظري تتظاهر تقول والله نحن نأخذ مثل هذه الفوائد حتى نعطيه إيش جمعيات مصارف خيرية وما شابه ذلك، هذا غير صحيح حقيقة. حتى وإن كان تصرف مثل هذه الفوائد في ماذا أخي ياسر؟ في أوجه كما يقال أوجه خير وبر. لا ينبغي الدخول في تعاقد يعني محرم في أول الطريق من ذات العقد وأصله. أما مسألة كره تصلت في أوجه خير كما يزعمون وغيره، فهذا أمر آخر لا علاقة له بأصل إيش التعاقد. نعم أخي ياسر، لو دخل الإنسان في معاملة ربوية وقال من عقده إذا تأخرت الفائدة الربوية سأصرفها في أوجه البر، هل هذا يجيز أصل التعاقد؟ لا يجيز أصل التعاقد بحال حقيقة، لا يجيز أصل التعاقد بحال. فما دام الإنسان رضي بعقد محرم فلا شك أنه تلحقه التبعة والإثم في ذلك. نعم. من أسئلة أبي سعد يقول ما حكم قطع الصلاة بسبب الذي بجانبه رائحته كريهة؟ والله أخي ياسر، إذا كانت تلك الرائحة تشغله بحيث يذهل عقله عن أن يفقه ما يريد أن يصلي وما يقول في صلاته، يجوز له أن يقطع صلاته وينصرف يذهب لجهة أخرى، وعلى المسلم يتقي الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وليس أن يتقي الله عز وجل إذا كان ثم رائحة كريهة من دخان أو أكل ثوم أو بصل أو حتى لم يعتني بنفسه أخي ياسر، يعني شيء من رائحة العرق والنتن في الجسد، عليه الصلاة يتق. والمساجد أماكن طيبة، بيوت الله عز وجل، خذوا زينتكم عند كل مسجد الحقيقة. فالإنسان عليه إذا وفد إلى بيت الله عز وجل يتق الله عز وجل، يكون في أبا حلة وأجمل رائحة، حتى لا يؤذي من جانب المصلين، حتى لا تتأذى منه الملائكة. ولذلك إذا كان من بجانبه هذا أخي ياسر يعني يؤذيه حتى يذهله عن ما في صلاته من ذكر وخشوع في الصلاة، فله أن يقطع صلاته ثم يذهب إلى مكان آخر. نسأل يعفو عنه، وأنه هذا على سبيل التحريم أخي ياسر، على سبيل التحريم، لأن أذية المسلمين لا تجوز. صحيح. نعم صحيح. أم إسلام تقول هل يجوز أن يصلي الشخص وأمامه صورة سواء كانت على طاولة أو هي تكون خلف هذه الصورة؟ صحة هي ما أدري حقها، هي تسأل عن تعليق الصور أو عن صحة الصلاة. عن صحة الصلاة. أما إذا كانت في الوجه فلا يجوز الحقيقة أن يصلي الإنسان إلى جهة صورة بحال من الأحوال. هي طبعا ليس ربما يعني تقصد في سؤال صورة فوتوغرافية، يعني هل الحكم واحد؟ حتى الصورة الفوتوغرافية إذا عظمت أخي ياسر يلحقها التحريم. أين يعني الصورة الفوتوغرافية تعلق في صدور المجالس وفي الأماكن المحترمة يصيبها شيء من التعظيم. لأن أخي ياسر العلة التحريم أمران يا شيخ، أولا مضاهات خلق الله عز وجل، والعلة الثانية ماذا؟ علة التعظيم، حتى لا تكون ذريعة للشرك والتعظيم. وذاك حتى الصور الفوتوغرافية إذا حفظت للذكرى الآن أخي ياسر لا تجوز، لأنها يصاحبها بشيء من العظمة لها، ويقدم شيء من العظمة. وذاك تجد الشخص لو عنده صور قديمة الآن مثلا من عشرات السنين لأحد من الموتى أو حتى لذاته هو، تجد أنه ربما يعني يضحي بما يضحي به ولا يتلف مثل هذه الصورة. فإذا انتفت علة المضاهات معلوم بأن الصورة الفوتوغرافية ليس فيها مضاهات لخلق الله عز وجل، لأنها مجرد حبس ظل، هي صور حقيقية كما هي عليه، فتجوز مثل هذه الصور الفوتوغرافية. لكن إذا انتفت علة فإنها تحرم لعلة إيش أخرى، إذا كان ثم تعظيم لها بأن تعلق في صدور المجالس أو أن تحفظ للذكرى، فهذه لا تجوز. لأن كما أسلفت العلة حرمة التصوير لأمرين أو لعلتين،
إذا انتفت علة فلا ينبغي أن يقال بالحل وجود إيش العلة الثانية، فلا بد أن تنتفي العلتان حتى يقال بالحل بالجواز والحل والإباحة. بمعنى لو أن الإنسان صور صور فوتوغرافية لكنها مهانة وجعلها مثلا في ألبوم مثلا جوالي أو كذا، فهذا لا بأس به، لكن إذا جعلها معظمة بأن جعلها في صدور المجاز وما شابه فإذا تبقى العلة الثانية وهي علة التعظيم، وهذا مما يعني ينشأ عن حرمة التصوير. أما المضاهات كما أسلفت فإن التصوير الفوتوغرافي هذا المعروف ليس فيه مضاهات لخلق الله، ما هو إلا حبس ظل فقط لخلقة الله عز وجل كما هي عليه. والصلاة في هذه الحالة نعم، ما أدري الحق، هي تسأل عن الصلاة بشكل عام أخي ياسر، الصلاة صحيحة لكن يلحق أمامها أو خلفها، لكن يلحق صاحب هيش الإثم بوضع مثل هذه التصاوير حقيقة. ويشتد الإثم يعني إثما إذا كانت تلك الصورة في قبالة إيش وجه حال صلاته، فلا ينبغي. هي لم تذكر أنها حائط، هي ذكرت أنها على طاولة. والله أخي ياسر حتى يخشى على حقيقة يعني أن يزعم بأنها تصلي لهذه إيش الصورة، ينبغي أن تزيح عن جهة القبلة حقيقة. وعلى كل حال يعني لا ينبغي الإنسان يشغل بيته بالتصاوير أخي ياسر، لأنها مدعاة للشياطين الحقيقة، وفيها أيضا فيها مخالفة شرعية، فينبغي مثل هذا. وأما التصاوير التي جاءت بها الحرمة هي التصاور النحت أخي ياسر أو الرسم، فهذه تكاد تكون محل إجماع بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ما يعني هنا لفتة شيخنا، ما يجب أن تهيئ المرأة يعني مصلى يعني يكون يعني خالي مثل هذه الأمور، وأيضا يتوفر في مثلا سجادة ثابتة في مكانها، مصحف، يعني قد تكون يعني النفس في هذا المكان تتهيأ أكثر للصلاة. أخي ياسر الصلاة لها لب ولها رأس ولها جوهر ولها أصل ولها أساس، وهو ماذا؟ هو الخشوع. الخشوع. فإذا الإنسان لم يخشع في صلاته ذهب المراد والمقصد من هذه الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال؟ لماذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ لماذا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها الصلاة التي ماذا يا شيخ ياسر التي تصاحبها ماذا أو يصاحبها خشوع، لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح حقيقة. ولذلك الحقيقة متى ما صلى المسلم صلاة خاشعة فإنه سيجني أثر هذه الصلاة في دنياه ثم في أخرى بإذن الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ما تجده في كتابه جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، ولم يقل أؤدوا الصلاة. أخي ياسر للأسف كثير المسلمين لم يؤدي الصلاة لكنه لا يقيمها الحقيقة. هناك فرق بين الأداء والإقامة. نعم. فيما يتعلق بالخشوع، أبو عبد الرحمن يقول عند قراءة القرآن قد لا يكون هناك تركيز في ما أقرأه أو حضور قلب أو خشوع، هل هذه القراءة يعني يؤجر عليها؟ هل أحصل بها أجرا؟ الأجر بإذن الله يحصل أخي ياسر، لا شك بأن الأجر، لا أقول ألف لام ميميش حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو على خير إن شاء الله تعالى. ولا ينكس عن القراءة أخي ياسر، لأنه يذهله الشيطان ويذهل فكره عند قراءة إيش القرآن، لكن لا شك بأن الأفضل أن الإنسان إذا قرأ شيئا من كتابه جل وعلا أن يجاهد نفسه في أن يحضر إيش قلبه في التدبر، لأن المقصد الأول من إنزال هذا الكتاب هو إيش؟ وتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والتدبر هو الذي يحصل به الأثر على النفس وعلى السلوك وفي الحياة وبعد الممات بإذن الله عز وجل. لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا غفل قلبه أثناء القراءة أنه ينكس عن القراءة، فهو على خير، لكن لا شك بأن القراءة إذا رافقها التدبر ويعني التفكر في معاني القرآن لا شك أنها أفضل وأعظم أجرا بإذن الله عز وجل. نعم. هنا الأخ حسن يقول، يبدو أن اسمه حسن من خلال المعرف، حكم الصلاة في المسجد بين الحين والآخر بسبب المرض، أحيانا نصلي مع الجماعة وأحيانا في المنزل علما أن المرض مزمن ويؤثر علي أحيانا. أخي ياسر مثل هذا معلق باستطاعته، بمعنى متى ما طاق الصلاة في المسجد وليس لذلك ضر عليه فإنه يلزمه أن يصلي في المسجد، تلا فلا. بمعنى بعض الآن كبار السن شيخ ياسر ومن به مرض عضال أو مزمن قد يجد في بعض الأحيان شيء من النشاط فيصلي، وأحيانا يجد شيء من التعب والإرهاق لا يستطيع أن يصلي، لا نلزمه بالصلاة كل جميع الأوقات، نقول الحمد لله متى ما طاق يصلي ومتى ما لم يطق إيش
فإنه معفو عنه. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نحن نطيق أن نصلي يا شيخ، لكننا نصلي في البيوت ونقصر في حق الله في صلاة الجماعة. والله أخي ياسر، يعني لا شك من أعظم الشرور أن يقصر العبد في أداء مثل هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. إذا ذهب الصلاة ماذا بقي من دين العبد أخي ياسر الحقيقة؟ ومعلوم بأن الصلاة أول ما يسأل عنه إيش العبد يوم القيامة، إن صحت صحت سائر إيش صح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر إيش عمله الحقيقة. وأقول أي حياة بلا صلاة حقيقة، أي حياة بلا صلاة، الحياة التي بلا صلاة حياة إيش مظلمة، ملؤها التعاسة والظلمة والكدر والغم والهم. والله لو أن المسلم تدبر هذه الصلاة ودخل فيها بخشوعها وأدها كما ينبغي لما طاق أن ينقص أو ما لما طاق أن يترك صلاة واحدة في حياته. أخي ياسر، لماذا شمر المصلحون والصالحون والأتقياء والأنقياء على مدى تاريخ الأمة في المحافظة على هذه الصلاة إلا لما أدركوا ما فيها من نعيم الدنيا قبل نعيم إيش نعيم الآخرة؟ ثم قلت كما قلت قبل قليل، أي حياة بلا صلاة حقيقة. ولذلك ماذا يقول عز وجل؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيش ضنكا. ومن أعظم صور الإعراض عن الذكر ماذا؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة الحقيقة. فالإنسان يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه، ثم إن هذه الصلاة تحتاج إلى مجاهدة كما هي سائر إيش التكاليف والعبادات والقرب من الله عز وجل. فإن من لم ينعم بصلاته لن ينعم بحياته، إن كانت تلك حياة الدنيوية هنا أو الحياة الأخروية الحقية بعد بالممات. وإذاك ماذا يقول الخليل؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لأنه يعلم عليه السلام أنه متى ما أقام العبد هذه الصلاة لا شك أنه نجا في الدنيا قبل أن ينجو في الآخرة. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على أداء هذه العبادة كما ينبغي، وأن يجعلنا من المقيمين لها وذرياتنا، إنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم آمين. هنا سؤال الأخ الكريم يقول، هل الحديث الصحيح لم تنقصه ولا كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأني فهمت، هل كما ورد يعني كما جاءنا في الصحاح هل هو نفس الكلام النبي أو أنه بالمعنى؟ الحقيقة أخي ياسر، أهل الصياح والمسانيد والسنن نقلوا ما نقلوه إسنادا له صلى الله عليه وسلم، منهم من اشترط الصحة وأسند في ذلك وأوضح رجاله، ومنهم من لم يشترط. فالأصل أخي ياسر أنهم إذا أسندوا فإنما ينقلون الحديث بنصه عنه صلى الله عليه وسلم. وإذاك تجد حتى أحيانا يطلبون في بعض العبارات كأن يقولون قال كذا أو قال إيش أو قال كذا. فالأصل أن أصحاب الصحاح والسند والمسانيد ينقلون الحديث بما نص عليه صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون في مثل هذا في اشتراط الصحة من عدمه. فمنهم من اشتراط الصحة كمثلا كصاحب الصحيح صحيح البخاري اشتراط الصحة، ثم إن بعض الأفاكين وهم بقلبهم مرض يشكك مثل هذه الحديث أخي ياسر، يقول قول البخاري كقول إيش كقول غيره، هو بشر، قوله كقولنا، هذا غير صحيح. البخاري ما أتى به في الصحيح لم يكن من قوله يا ياسر، بل هو قوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما صنف البخاري صحيحه الأمة لم تتركه على مثل هذا، بل تابعت وتتبعت ما أسنده، وأجمعت الأمة وأطبقت على صحة ما جاء به، لأن هذا ما في البخاري ليس من قول البخاري يا ياسر، بل هو قوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه صلى الله عليه وسلم بسنده. وإذاك الأمة كما أسلفت لم تتركه على هذا السند، بل تابعت على هذا السند. وإذاك البخاري لم يوافق في بعض الأحاديث، في بضعة أحاديث حديثة وثلاثة، لأنه كما أسلف ليس من قوله، بل من قوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه صلى الله عليه وسلم. هذا يزيل ما يثيره بعض من في قلبهم من الغبش وتشكيك الناس مثل هذا الصحاح، وأنها من قول البشر، وأنها هذا غير صحيح. البخاري لم يأتي بشيء من عنده يا شيخ ولا بلفظه، بل هو من لفظه صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل مسندا إليه صلى الله عليه وسلم بالسند، بمعنى أن من طعن في البخاري فعليه أن يطعن ويبين طعنه في سند أو ما أسنده البخاري. فإن طعن وأثبت مثل عدم صحة مثل السند فحينئذ نأخذ بقوله، وإلا فالأصل أن الأمة أطبقت على صحة ما أسنده البخاري. نعم.
نختم بهذين السؤالين. مروان يقول أنا لا أستطيع التحرك وأستيقظ قبل صلاة الفجر وأصلي وأنا مضطجع، سؤالي هل عندما أستيقظ في هذا الوقت يكون الدعاء والاستغفار أفضل لي من الصلاة كوني لا أستطيع القيام، يعني القيام واقفا، ويكون الاختصار في قيام الليل فقط في الشفع والوتر؟ إن هو مريض أخي ياسر، إيه نعم مقعد، إيه نعم. هو مقعد ولا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يقف، يصلي على حسب حاله يا ياسر، إيه. يصلي يعني يكون حالي. تكون الصلاة أفضل أو الاستغفار والدعاء أفضل أو يجمع بينهما، يصلي ثم بعد ذلك يعقب هذه الصلاة بالاستغفار وهو على خير. الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح ونيش مقيمه على خير إذا علم الله عز وجل من نيته الصدق بإذن الله عز وجل. نختم بهذا السؤال. السائل الكريم تقول أحيانا يعني أغسل ملابسي بشامبوهات عطرية ولكن يعني بعد تنشيفها وغسلها تبقى بعض الروائح، وقد أخرج إلى أماكن عامة وأشكر عليها بقايا تلك الروائح العطرية، هل هي تدخل في التحريم أو في الإثم؟ والله خياس الذي هرد إذا كانت روائح ضعيفة جدا بحيث لا يشمها حتى من بجانب المرء هذه معفو عنها والله تعالى أعلم، لكن إذا كانت روائح يعني فواحة بحيث يشمها كل من مر بجانبها أو من اقترب منها لا شك أنها تدخل في ذات النهي يا أخي ياسر. لكن تعرف أحيانا بعض مثل هذه الشامبوات أخي ياسر المعطرة تكون رائحتها جدا ضعيفة فقط لا يشمها إلا يميش من يلبسها فهذه في يظهر يعفى عنها. لكن إذا كانت هذه الصوابين والشامبوات لها رائحة نفاثة وكأنها العطر الذي نتعطر به يعني فهذه لا شك أنها تأخذ إحنا إذن حكم العطر ولا يجوز أن تفعل مثل هذا إذا كانت في محضر الرجال، خصوصا يعني أن الشامبوهات التي لا تحمل عطرا متوفرة فالبديل موجود الحمد يعني لله الحمد لله. لكن كما أسلفت خياس غالب هذه الشامبوهات رائحتها ضعيفة جدا بحيث لا يشمها إلا من يلبسها، بل أحيانا تضطر حتى أن ماذا أن يعني أن تجعلها قريبة من حتى تشم رائحتها، هذه فيما يظهر ليعفى عنها الحمد لله. لكن المقصود إذا كانت هذه رائحة فواحة بحيث كل من جلس بجانبها واقترب منها يشم فحينئذ لها حكم إيش؟ حكم العطورات. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها. شكرا لكم دكتور. الله يحييك أخي ياسر، وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم. آمين. في ميزان حسنات الجميع. آمين. إنه أجود الأجرين وأكرم الأكرمين. آمين آمين. شكرا لكم، وأيضا الشكر يمتد إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على منصات قناة الرسالة في وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أن نلقاكم غدا، أترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون الصواب.